عندنا في بلادنا تدفع زكاة الفطر قيمة للجمعيات، ثم إن الجمعيات تخرجها قوتا، فهل هذا يجزي أم لا؟ هذا فيه خطر، لأن الجمعيات لا تهتم بصدقات الناس لكثرتها وتراكمها عندهم، وهذا واجب في ذمتك أنت، ليس في ذمة الجمعيات، هذا في ذمتك أنت. الواجب أن تخرج صدقة الفطر بيقين، أن تتيقن وصولها إلى مستحقيها في الوقت المحدد، وأن تشتريها أنت، لأن هذا عمل صالح. كونك أنت الذي تشتريها يا أخي، أنت اللي تشتريها، أنت الذي تكيلها بالصاع أو تزنها بالميزان، أنت الذي تدفعها إلى مستحقها، هذه كلها أعمال صالحة، فكيف تحرم نفسك من هذا الأجر العظيم وتخلي غيرك يتولاها؟ أول شيء هذه في ذمتك، ولا تبرأ ذمتك إلا بيقين وصولها إلى المستحقين في الوقت المحدد، وهذا لا يضمن عند الجمعيات. الجمعيات ما تدري عنها، ليس شخصا واحدا، إنما الجمعيات عدة أشخاص وعدة موظفين، وما أدري، ما هو شخص واحد يتكفل لك في ضبطها، فلا تفرط في هذا الواجب العظيم. ثم أيضا تدفع لهم نقود ولا تدفع لهم طعام، هذا أيضا من التفريط. النقود قد يأخذونه ويجعلونه مع النقود ويحطونها بالصناديق وخلاص، ما، لأنهم ما يهتمون بما يجب عليك أنت. الواجب على المسلم أنه يهتم بعبادته هو، ويتولاها هو، ويبرئ ذمته منها بيقين، ولا يكون اتكاليا أو كسلان أو عاجز ويعتمد على الناس. هذا أمر يجب على المسلم أن يتفطن له، يترك عنه الكسل، يترك عنه الاتكالية، يبرئ ذمته بيقين. نعم.